هدف واحد جمع لورين عطوي وأميرة عزوز، وهو حملة ملهمة تقرب المسافات بين مصممي الأزياء والناجيات من مرض سرطان الثدي. مسابقة تحت عنوان برافو ريكوز لتصميم أفضل حملات الصدر المناسبة للناجيات من هذا المرض الخبيث. المعروفين والبروفيشنال منهم بيشاركوا في الكامبين دي عشان يدعمونا ويخلوا ناس أكتر تعرف على براس فور كوز. أما بقى بالنسبة للأنتريز التانية فدول إحنا مقسمينهم لكاتيجوريز مختلفة. يسلم لها الأمر، تصميم يعكس المراحل التي يمر بها القمر ويعود لثلاث فتيات هدفهن رفع معنويات السيدة التي تم استئصال صدرها. الفكرة هي يسلم لها القمر يلي عم بيجربوا يوصلوا رسالة انه اول شيء المرة اللي بعدها تكون عاملة هالعملية ومرقة بهالمرحلة الصعبة بحياتها عم تمرق بالمرحلة انه عم تصح في هيلينج، فلعبوا على الكلام بهالشغلة وشبهوا المرة على القمر انه المرة عم تتغير، عم يتغير الصدر، عم يتغير جسمها، بس كله بالاخر بيرجع فول مون. قد يكون هذا الكلام أمنية لدى امرأة تذكرت شكلها الخارجي بعد أن تحدت مرض السرطان وشفيت منه. واحدة بس يجي المرض بتصير انه هي مهم بدها تخلص منه، ما بتفكر بشي تاني، يعني ما بتكون عم تفكر بالحياة. وقتها تتجاوز المرحلة وصارت بدها تلبس وتطلع بتصطدم بهون انه شو بدي البس، بدي بتتلبك كتير انه شو كيف شو بدي اعمل، عرفتي؟ بتعملها هيدي بتذكرها بحالتها المرضية، يعني انا ببرم الدنيا تلاقي سوتيان، بركش بالسوتيانات بلكي بلاقي وحدة تناسب وضعي، كل ما شفت موديل ممكن اقدر احط فيه الحشوة يلي هي بتعطي الشكل الطبيعي للست حتى انه وهي ما بتريح بشكل عام. شروط تصميم حملات الصدر الخاصة بهذه الحالات غير تعجيزية وتعتمد على قواعد معينة أهمها الراحة عند ارتدائها. أهم شيء يكون بعين الاعتبار الكاب يغطي الصدر كله والستراب أعرض، بعدين جوا بس بتخيط القماش تفوت البروستاز، غير هيك نفس الشيء. والمرة اللي عاملة هيك عملية بدها تحس بالعكس أنه ما تغيرت هالشغلة بحياتها. أنا إذا انوجد هيدا الشيء كتير شيء مهم وكتير شيء ضروري لكل ست، يعني وحده كيف بتروح تفتش على حذاء طبي، عرفتي كيف بتلاقي مشاد لايدها اذا ايدها بتوجعها، هيدي اولويه اكثر. 12 فائزا عن 4 فئات فازوا بمسابقه برافو ريكوز. ندى عادل فازت في المرتبه الاولى عن فئه Everyone Wants Me، واتت نور طعمي بالمرتبه الثانيه، وناديه المدني بالمرتبه الثالثه. عن فئة هربرا فازت مي عباسي بالمرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية رنا معلم، وبالثالثة أنجي الشوربجي. ننتقل إلى فئة ترينينج برا، وقد نالت المرتبة الأولى زينة توفيق، والثانية ياسمين خليفات، والثالثة هلسين أناند. وعن فئة تصميم التيشيرت فقد اعتلت المرتبة الأولى دينا ياسين، والثانية دانا قباني، والثالثة حنان فتح الله. ونأتي إلى فئة ديزاينر بيس، حيث لن يكون هناك أي فائز، إذ أن جميع التصاميم ستنفذ وستباع قريبا بالأسواق، وسيعود ريعها لجمعيات مكافحة سرطان الثدي وإقامة الأبحاث ورعاية المصابات به في معظم أنحاء الشرق الأوسط. أنا التيشيرت اللي عملتها يمكن عالم شوية تلاقيها قوية، بس هي هيدي الفكرة أنه تلفت النظر. فالتيشيرت حطيت عليها رصاص بلون ذهبي، في تحت ثلاث سيلوات لبنات بالبينك، عاملين هيك مش عاملين سلاح اكيد بس بالشيب انه هن بفايت، وتحت مكتوب جوين ذا فايت. فهي حمله توعيه انه انتبهوا اعملوا ايرلي سكرينينج. حق كل امرأة تخطت عذاب مرض السرطان وشفيت أن تنعم بجمالها الخارجي، فهو يعكس إيجابيا على نفسيتها. نادين معلوف، MBC، بيروت.